الحلقة أسألك عن يعني رد مجلس الشورى الدكتور سلطان الفارح، كيف تقرأ هذا الرد؟ يقول أن القرار ممكن أن يؤثر على الأسعار، يؤثر على يعني سلسلة كبيرة سردها في مداخلته. واضح من خلال اطلاعي على مناقشات مجلس الشورى في الإعلام، طبعا إن كان ما ينقل في الإعلام دقيق، أن هناك خلط كبير في المفهوم بين الأجر العادل أو الأجر اللائق والحد الأدنى للأجور. المفهوم مختلط لدى الكثيرين. طب خلينا نعرف الحد الأدنى، يعني واضح أن في خلط كبير وهي دائما تحدث. الحد الأدنى للأجور هو الحد أقل أجر ممكن أن يتقاضاه العامل بحيث يوفر أدنى المستويات المعيشية له ولعائلته. وعادة يكون هذا الحد موجه لفئات العمال قليلية المهارة أو معدومية المهارة، معدومية التأهيل، فئات العمالة الفقيرة. وهناك في الحقيقة آليات كثيرة في منظمة العمل الدولية لاتباعه. هذا المفهوم هو يكون موجه لحماية، والحد الأدنى للأجور يكون موجه لحماية هذه الفئة العمالية قليلة المهارة، الفئة العمالية الفقيرة التي ترضى بأي مستوى من الأجور. فلذلك في الكثير من دول العالم يطبق هذا المفهوم الحد الأدنى، 90% من دول العالم تطبقه لحماية فقط هذه الفئة القليلة من العمالة الفقيرة معدومة. يعني هو مش عام لجميع العاملين، هو فقط لفئة معينة. لكن حسب الكثير يعتقد أن الحد الأدنى للأجور هو الحد، هو الأجر اللائق. لا، الأجر اللائق هو الأجر الذي هو الأجر العادل الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يملكه من مهارات ومؤهلات وخبرات، ويوفر كافة أسباب العيش الكريم له ولعائلته. فهناك خلط كبير جدا في النقاش حتى في وسائل الإعلام بين الحد الأدنى للأجور والأجر اللائق. يعني أفهم من كلامك مهندس أنه ما تم مناقشته في مجلس الشورى لا يعني لا يغطي كافة الفئات العامة. هو نعم، هم ناقشوا الحد الأدنى على أنه يستحق، أن الشباب يستحقون فالتطبيق العملي له هو الأجر اللائق. بينما يعني نحن في الحقيقة، وأنا لا أظن أن طموح شبابنا هو الحد الأدنى للأجور. صحيح. في كل دول العالم الحد الأدنى للأجور هو للفئات العمالية الفقيرة التي ليس لها مهارات، التي تقبل بأي أجر نتيجة فقرها، فيوضع هذا لحمايتها. وهي عادة لا تشكل من القوة العمالية 10% من قوة العمل عددهم. يعني يفترض أنهم يناقشون في مجلس الشورى الحد اللائق وليس الحد الأدنى. ممكن أن يناقش الحد اللائق، كيفية رفع مستويات الأجور، كيفية دعم الاقتصاد ليعطي أجور لائقة للشباب. لكن الحد الأدنى للأجور طبعا هو ناقش مع وزارة العمل في منتدى الحوار الاجتماعي الثاني في جدة قبل ما يقارب 5 سنوات، وأصدرت فيه دراسة وتم دراسته من كل جوانبه. الحد الأدنى للأجور في الحقيقة إذا طبق في المملكة وجد يعني خلاصة الدراسة أنه لا يمكن تطبيقه بوضع سوق العمل حاليا، حيث تشكل العمالة الأجنبية أكثر من 85% من العمالة الموجودة في القطاع الخاص. إذا طبق الحد الأدنى للأجور سيطبق على الجميع دون تمييز، طبعا لأنه يمنع التمييز حسب توصيات منظمة العمل الدولية، يمنع التمييز. فبالتأكيد سيكون لها انعكاس كبير على الاقتصاد وعلى نسب التضخم وعلى ما هو أثر التزام صاحب العمل بالحد الأدنى. إذا لم يلتزم صاحب العمل بدفع الحد الأدنى للأجر، فمعلوم أنه في تصنيف منظمة العمل الدولية هذه تعتبر جريمة جنائية. ونحن في المملكة صدر نظام الاتجار بالأشخاص أو ما يعرف عالميا بالاتجار بالبشر، وصنف العمل الجبري أو العمل القسري أنه جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وتصل نسبة السجن فيها إلى 15 سنة وغرامة مليون ريال. الآن حسب المتبع عالميا أنك إذا لم تدفع حد الأدنى للأجر للعامل أو دفعت أجرا أقل منه، فإن هذه تعتبر جريمة جنائية وهي العمل الجبري. ولذلك يجب إذا طبق هذا المعيار أن يلتزم فيه كافة القطاعات التي تشغل العمالة في المملكة بكافة. يعني الحين أفهم من كلامك أنه لو طبق الحد الأدنى للأجر أو الحد اللائق
سيطبق على السعوديين وغير السعوديين. على السعوديين أثر كبير بيكون على الشركات. نعم، أي عامل يعمل أقل من هذا الأجر فإنه سوف يعتبر عمل جبري لا يحافظ على كرامة العامل. وطبعا سواء كان يعمل في القطاع الخاص أو يعمل في غير القطاع الخاص أو ما عدا ربما فئات قليلة يتم استثنائها مؤقتا مثل العمالة المنزلية أو غيره. ولذلك يجب أن نكون يعني حذرين في تطبيق لما له من أثر كبير. مثل ما ذكرت هو يهدف إلى حماية العمالة القليلة الفقيرة التي ترضى بأي أجر، وهذه عادة غالبا ستكون العمالة الوافدة. صحيح. طيب. لكن الأجر اللائق مختلف تماما، الذي يطمح فيه الشباب أن يحصلون على أجر لائق يتناسب مع مستويات الأجور أو مستويات ما يملكونه من مهارات وخبرات ومستويات تعليمية. وعلى من